يقول: عندي أبناء يكثر عندهم المرض طوال السنة، وخاصة في رمضان، مما يجعلهم غير قادرين على الصيام في بعض الأيام، فما الحكم؟ وهل إذا أفطروا عليهم القضاء أو الإطعام؟ إذا عجزوا عن الصيام يفطرون للمرض، إن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لا بد من القضاء. إذا ذهب عنهم المرض يقضون بعد رمضان